أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة أنا هعمل سمك على العشاء، بس مش كل ولادي بيحبوا السمك، عشان كده أنا هعمل السمك بطريقة جديدة. بحتاج خضروات مقطعة وبصل وتوم وكزبرة وسمك فيليه، يعني ما فيهوش شوك ولا جلد. الأول بعمل الخلطة، بحط كزبرة وعليها معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة وشطة والثوم المطحون، وبحط معلقتين زيت، أي زيت نباتي، وكمية عصير ليمون مش قليلة، حوالي 5 معالق، وبستخدم الجبنة اللي أنا عاملاها في البيت. لو عايزين طريقتها اضغطوا على الرابط. أول حاجة بفرد السمك على الطبق أو على سطح مستوي، بخلي جزء الخشن من السمك لفوق، برص الخلطة الكزبرة وفوقيها الخضروات وعليهم الجبنة، بلفها بإحكام جدا على قد ما أقدر، وبعدين بثبتها بخلة سنان بتوث بيكس. بدهن صينية فرن بالزيت وبعدين أرص فيها السمك اللي أنا عملته. بعمل كده مع كل السمك لحد ما تخلص الكمية، وبرصهم وبرش على الوش زيت وبحط ليمون عليه ملح. بحطه في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 220. بعد ما بيستوي ممكن أغلي الصوص اللي في الصينية شوية عشان أعمل بيه صوص جميل جدا، ممكن يتحط مع الرز ويتحط فوق السمك. السمك ده بيبقى طعمه جميل جدا، وصدقوني ولادكو هيطلبوه منكو بعد كده. الخضار اللي فيه شكله جميل والجبنة ريحتها حلوة وخلته يبقى متماسك. لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، وأشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.